جاني اتصال ثاني مع الدكتور هذا التونسي، قال لي العشر أيام جاء توجيه، الحين صارت سبعة أيام. كان حريص الله يحفظه إنه أجندتنا تكون أعلى مستوى طموح ممكن إنه إحنا نطمح إليه. من اللي كان خلف الكواليس عشان تنجح هذه القمة؟ أنا الحين موجود في البنك المركزي. يا جماعة المكان هنا حساس جداً، لازم تصير أنت في سباق مع الوقت، لأن لو راحت المعلومة. وجه خادم الحرمين الشريفين بأن تحويل القمة من حضورياً إلى افتراضياً. تقرر عقد القمة افتراضياً، هل احنا جاهزين؟ حاجة لأول مرة تصير في العالم، اللي هي مركز إعلامي افتراضي ومركز إعلامي واقعي. تغيروا بشكل لم يكن أحد يتصوره. هل البيئة التقنية في السعودية جاهزة؟ احنا قاعدين نتكلم على أكبر مشروع في السنة 2020 للسعودية. هل عندنا كفاءات جاهزة؟ لاحظ هذا الإصدار الأول، يمكن بعضها ما تذكر أنت، صغير ولا لا؟ من جينا لهذا المكان وكل الناس يقولون شفت عبد المحسن؟ قابلت عبد المحسن؟ شفتوا ناقشتوا؟ روحوا لعبد المحسن. اليوم يوم الحصاد. لا وين، لحظة لا، لهالدرجة تدخلون في التفاصيل؟ بالضبط. لما نتكلم عن الإنسان إحنا نتكلم على كل القضايا اللي تمس الإنسان. اتحدوا من أجل الإنسانية العالمية. سوف نبهر العالم بهذه القمة الاستثنائية. إنجازات أفتخر فيها بشكل كبير جدا إنه اللي قادها عيالي. أم كلثوم، أعلمكم سالفة أم كلثوم عند الدكتورة ريم. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. كيف دكتورة؟ هلا والله. أم كلثوم. مين قال لك عنها؟ جبناه عندنا مخابرات كذا صغيرة. هذا مشروب. أيوة. عشان إحنا ما عندنا وقت هنا في الأمانة السعودية مجموعة العشرين، فإحنا لازم نشرب قهوة ونروق في نفس الوقت. أهلا وسهلا. أجزم إن كلنا سمعنا عن قمة العشرين اللي صارت في الرياض، أو على الأقل شفنا شعارها في مكان معين، لكن ما حد منكم يعرف من كان خلف الكواليس عشان تنجح هذه القمة. لحظة، وش هي قمة العشرين؟ ببساطة هي اجتماع يقام مرة كل سنة بين أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم. هذا الاجتماع أول ما بدأ في عام 1999 كان يناقش شؤون اقتصادية عالمية، بعدين صار يناقش قضايا اجتماعية وتعليمية وثقافية وسياحية وغيرها. في 2017 تم الإعلان أن السعودية بتستضيف القمة في 2020، ومو بسهولة أي دولة تستضيف القمة. جهود وتنسيقات سوتها السعودية طوال الفترة الماضية بقيادة خادم الحرمين وإشراف سمو ولي العهد، وهذا يبين مكانة المملكة ودورها المحوري بين دول العالم. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، في الختام نرحب بكم ونطلع استضافتكم العام القادم في الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل دولة تستضيف وترأس القمة تحط عناوين لقضايا معينة تناقشها في الاجتماعات مع الدول الثانية، يسمونها أجندة. وأجندة السعودية في قمة العشرين كانت ثلاثة: تمكين الإنسان، وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة، اللي هي مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي والتطور والتكنولوجيا وغيرها. لو تركز فيها تلقاها قريبة جداً من أهداف رؤية 2030. والجهة الحكومية المعنية بملف القمة هي الأمانة السعودية لمجموعة العشرين. أنا الحين موجود في الدور التاسع، هذا الدور مخصص بالكامل للأمانة السعودية لمجموعة العشرين. في هذا المكان تصاغ السياسات وتعقد الاجتماعات ليل نهار نص الليل، ما شاء الله شغالين 24 ساعة. الأمانة هي الجهاز الذي يعمل على ترتيب الملف. القيادة الرشيدة كانت حريصة على أن تمكن الملف هذا بقدر المستطاع. كل قائد أو وزير أو مسؤول أو معالي في جنود مجهولين عادة يسرون خلف المسرح أو خلف الكواليس. خلونا نشوف كواليس الموظفين اللي شغالين مع المعالي. السلام عليكم. يلا حيهم، يعطيكم العافية، ما قصرتوا، موفقين. ترى ما عاد الا خير على القمة، باقي يمكن 4-5 أيام. جاهزين؟ بالتوفيق والله. والله أنا أحس هذا الشغل ليل راسه، زين رد علينا بس. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، بالتوفيق. عادي أتلقف شوي؟ تفضل. هذه وش هي؟
من بنتي شيهانة. ما شاء الله. أيوة. عطتني إياها. كم عمرها ما شاء الله؟ عمرها 9 سنين. ما شاء الله. الله يخلي لك. أيوة. تذكرني إنه مع أن الواحد مشغول ويضحي بوقته بس لسه يحسون بوجودي. الله يخليها لك. من 2017 كان عددكم 5 أشخاص. نعم. والآن ما شاء الله وصل عدد الفريق إلى أكثر من 200 موظف سعوديين وسعوديات موجودين في الأمانة السعودية لمجموعة 20. ودنا نسولف عن البدايات. كنت في الحقيقة في كاليفورنيا في تخرج ابني، وأثناء التخرج جتني مكالمة وذكروا لي أنني سأتشرف بالعمل كمستشار في الديوان وبعدها إنشاء الهيئة الأمان السعودي مجموعة 20 وتولي أعمال الشربة من ذلك الحين. أنت من الفريق الخمسة الأساسيين اللي صاروا في الأمان. صحيح. ما شاء الله جميل. بدينا في البداية في مكتب صغير، بعدين انتقلنا طريق الفيصلية، حضور خالد ومحمد أبو حسين. ما شاء الله. دكتور رفيق، وامتد الفريق حين وصلنا تقريبا إلى 70-80. انتقلنا للمبنى في منتصف 2019. ما شاء الله. الآن ما شاء الله تشوف تقريبا 200 شاب وشابة سعودية. في اليوم الأول تبدأ يعني تحاول تفهم حجم نطاق العمل. غابت الشمس وكنت يعني شباكي المكتب يطل على مدينة الرياض. كنت أشوف يعني الشوارع والطرق كيف نعمل على جاهزية هذه البنية التحتية. أتكلم طبعاً الأمانة كانت بدايتي معها جداً غريبة. بدأت through LinkedIn، جاتني إضافة في LinkedIn، بعدها جاني مسج أنه في vacancy موجودة. قابلت الHR، عملت الانترفيو معهم. كان انترفيو يعني ما راح أقول هو صعب، بس قد ما هو كان في تحدي كبير. تخيل أنك ترفع مقترح معين تتبناه واحدة من الوزارات، ثم يوافق عليه من قبل المعالي، وهذا المقترح يناقشونه جميع دول العالم عشان يعالجون قضية معينة. هذا بالضبط تقريباً اللي يسوونه إدارة السياسات في الأمانة السعودية لمجموعة 20. لأنه كنت أشتغل في السياسات، في القانون، في التعليم، بدأت في فريق ملف التعليم، وبعدين أصبحت مسؤول ملف التعليم، وأنا كان تركيزي على الأطفال، الطفولة المبكرة، وبالصدفة الرئاسة اختارت الطفولة المبكرة كأساس لتعليم مهارات القرن 21 كالأولوية في الرئاسة. رشا مهنياً؟ مهنياً. رشا مهنياً المدير التنفيذي لإدارة المؤتمرات الدولية في أمانة مجموعة 20. وإحنا مسؤولين على تنظيم مؤتمرات دولية تعنى أول شيء بتحديات القرن 21، وثانياً بطرح مواضيع وأولويات الأمانة السعودية وأمانة مجموعة 20 لشريحة مجتمعية أكبر. ترى برنامج المؤتمرات الدولية اللي تديرها رشا مو متعارف عليها أثناء استضافة الدول للقمة، لكن السعودية أطلقت هذا البرنامج عشان يسوون مؤتمرات تناقش نفس مواضيع قمة 20 لأهميتها، وعشان يستفيد منها شريحة أوسع من المجتمع وتناقش في نفس وقت القمة. لمدة 48 ساعة وأكثر نقدر نقول إنه ما ذقنا النوم، فكنا نروح نشتغل والتعب باين في وجيهنا، لكن لا نبغى ننجز. الروح اللي كانت موجودة هي اللي بتعطيك الطاقة، هي اللي تعوضك النوم. احنا عندنا في إدارة العمليات جدا اهتمامنا انه يكون رضا الزوار المملكة وفود المملكة عالية جدا، لانه نهتم نعكس تجربة جدا رائعة لهم. اول شيء نبدا بخدمات التسجيل من ناحية تسجيله قبل ما يوصل للمملكة ونسهل دخوله، ثم ننتقل مرحلة المواصلات، نجهز له المواصلات، ثم الاستقبال في المطار، كيف هنستقبله، كيف نقدم له القهوة والتمر. مثل ما تعرف ان هذا الشيء جزء ثقافي مهم بالنسبة لنا، يكون اول ما يدخل المملكة هذا اول ما يشوفه القهوة والتمر بالترحيب فيه. لهالدرجة يدخلون في التفاصيل. بالضبط، وندخل في التفاصيل هذه. حماية الكوكب، تمكين الانسان، تشكيل افاق جديدة. من اللي صاغ الاجندة؟ اقدر اقول بثقة كاملة انه الاجندة هذه كانت بتوجيه من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين واشراف مباشر من سمو سيدي ولي العهد. كان حريص الله يحفظه انه اجندتنا تكون اعلى مستوى طموح ممكن انه احنا نطمح اليه. ان علينا جميعا مسؤولية العمل معا والتعاون مع شركائنا في العالم لخلق بيئة يزدهر فيها العالم بما يعزز زيادة حجم وفاعلية الاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل، وأنني متفائل أكثر من أي وقت مضى بعزيمة وقدرتنا المشتركة لتحقيق ذلك. تحديات الأنماط التجارية اليوم والمشاكل التجارية والحمايات التجارية والحماية الوقائية للدول، بالإضافة إلى أنه هناك إجماع على ضرورة إصلاح وتطوير منظمة التجارة العالمية.
قمة العشرين فيها ثلاث مسارات. الأول اللي هو المسار المالي، نقاشات بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية حول مواضيع اقتصادية. الثاني مسار الشربة، الوزراء والمسؤولين يناقشون مواضيع مجتمعية مثل الصحة، التعليم، السياحة وغيرها. الثالث مجموعات التواصل. مجموعات التواصل هي مجموعات مستقلة تمثل المجتمع المدني من خلال مجموعة العشرين. احنا عندنا طبعا زي ما ذكرت 8 مجموعات تواصل، كل مجموعة كل حرف يرمز لاختصاص المجموعة. مثلا عندك الـ W20 اللي هم الـ Women 20 يناقشون مواضيع المرأة من خلال مجموعة العشرين. بعد ما سوينا هذا كله النتيجة كانت ان في سنتنا الرئاسية مجموعات التواصل كان لهم اكبر عدد مشاركة من كل السنوات السابقة حقت الـ G20. في مصطلح يستخدمونه كثير في قمة العشرين اللي هو الشربة. وش يعني الشربة؟ الشربة طبعاً المصطلح مأخوذ من الدليل المرشد في جبال الهملايا لقيادة المتسلقين إلى القمة. كل دولة تشارك في قمة العشرين تعين مسؤول يمثلها في اجتماعات قمة العشرين طوال سنة الرئاسة. هذا الشخص يطلق عليه الشربة، والشربة السعودي هو معالي الدكتور فهد المبارك. مجموعة العشرين هي منتدى اقتصادي يركز على الأمور الاقتصادية، وبعدين أيضاً بعد زوال الأزمة في 2008 بدأ يغطي أيضاً مواضيع اجتماعية مثل العمل والمرأة والأمور الأخرى. هذا الحين موجود في البنك المركزي. وش أهمية قمة العشرين على السياسات المالية السعودية سواء داخلياً أو خارجياً؟ وش أثرها على الشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ كل هذه الإجابات اللي بناخذها من معالي محافظ البنك المركزي. أنا في فترة ما الحقيقة الهدف منها أننا بس نعكس مش اللي موجود عندنا من العملات من بداية إصالات الحجاج، لأن الناس ما يعرفون أن ترى هذه عملة. هذه تعتبر عملة الإصالات؟ هذه عملة كانت إصالات الحجاج لأنه ما كان في شيء قبل. وهذه ترى قبل إنشاء البنك المركزي. ما شاء الله. بعد أيام المركب العز. بعد ما إنشأت بدأت. كان فيه فقط الوزارة أو وزارة مالية. وزارة مالية موجودة أي. بس البنك المركزي ما إنشأ إلا عام 2005. وبالتالي لاحظ هذا الإصدار الأول، يمكن بعضها ما تذكره أنت صغير ولا لا. أنا توني. هل السعودية فعلاً يعني لو نأخذ مثلاً مقارنة بدول العالم كبنيتها التحتية المالية الرقمية جاهزة؟ والله الحمد لله. يعني أنت لما تشوف القطاع المالي عندنا وتشوف نظام المدفوعات عندنا يضاهي دول كبيرة الحقيقة، وليس فقط في دول المنطقة، وأنت تمارسها بالتأكيد. تدفع بالكارت سواء كريدت كارد ولا مدى ولا، وهذه كلها أنظمة والله الحمد سعودية، أو بالجوال أو حتى إيه بس بالضبط، وحتى أبل باي موجود عندنا. فبالتالي إحنا نتبنى التقنية البنكية في البنك المركزي منذ منتصف الثمانينات، من 2017. والسعودية تنتظر استضافة قادة دول العالم بكل شغف. الاستعدادات على قدم وساق، خطط، استراتيجيات، اجتماعات، سهر متواصل لساعات، إدارات، وزارات، هيئات، كل يشتغل. خلية نحل ما توقف. جت 2020 وجت اللحظة اللي نلهم فيها كل العالم، لكن صار اللي ما لم يكن في الحسبان. مستضيفين مجموعة العشرين آلاف، عشرات الآلاف من المشاركين بيزورون البلد. نتكلم عن مدن مختلفة، بيزورون المنطقة الوسطى والشرقية والغربية والجنوب والشمال. بنوع من كل دول السابقة تستضيف اجتماعات في أكثر من مدينة. الصعوبة اللي تمت علينا يعني جاتنا حنا بالذات في سنة 2020 الجائحة. فلما جت الجائحة الحقيقة غيرنا كل مخططاتنا، رغم أننا حاطين ما يسمى بلان بي. بلان بي موجود، كنا نقول كل الاستعدادات موجود، ولكن كنا نتوقع الاجتماعات الحسية التي تمت أول شهرين يناير وفبراير، ولكن تغير الوضع، تغير وبشكل لم يكن أحد يتصور. وجهود وخطط واجتماعات الثلاث سنوات اللي راحت يعني خلاص ضاعت فرصتنا. كنا نتمنى بكل حق أن نستطيع أن نستضيف قادة العالم، رؤساء أكبر اقتصادات في العالم، لكي يطلعون على النهضة السعودية، على الثقافة السعودية. تقرر عقد القمة افتراضياً. هل احنا جاهزين؟ هل البيئة التقنية في السعودية جاهزة؟ هل عندنا كفاءات جاهزة؟ كان عندنا لجنة عليا للتحضير للقمة العشرين،
لجنة برئاسة سمو سيدي ولي العهد، وكان أمينها معالي الدكتور فهد التونسي. الدكتور كلمني في منتصف الليل، قال لي شلونك؟ نص الليل، قال لي شلونك أبو يوسف؟ قلت له الحمد لله. قال لي إيش رأيك إن نسوي قمة افتراضية؟ فرق اللي إضافي هنا في أجندة المملكة العربية السعودية كان موضوع تشكيل الآفاق الجديدة. هنا حرص سمو الله يحفظه ألا نغفل التقدم التقني وفرصة الاستفادة من هذه الأمور لخدمة الإنسان وخدمة كوكب الأرض. أنت تترأس اجتماعات وعندك أكثر من 20 دولة، لكن زائد المنظمات الدولية أكثر من 20 طرف تحتاج توفق بين الآراء، تحتاج تكتب اللغة التي الكل يتفق عليها، ولاحظ أنك تكتب بيانات ختامية بلغة إنجليزية ليست اللغة العربية. لما تكون عن بعد صعب جداً أنه في الاجتماع أنت عن بعد كلكم في الشاشات تقول يا فلان يا وزير الدولة فلاني اطلع على الغرفة ذيك، يا وزير الدولة اطلع على الغرفة هذيك. اللي أصعب في نقطة ما نقدر نناقشها في وسط الاجتماع بشكل واضح، لازم أكلم الوزير قبل الاجتماع أو وزير الدولتين. واحد مثلاً في الأرجنتين، إحنا نبدأ الساعة 2 الظهر نخليها مثلاً عنده تصير 5-6 الصباح، وواحد في أستراليا الساعة عنده 10 في الليل، علشان تكلمه قبل تبي تقوم من النوم. عندنا اجتماع بعد ساعة ونص، خلنا نخلص. إذا كانت الساعة 8 الليل يوم الأحد في الرياض، تصير الساعة 12 الظهر يوم الأحد في واشنطن، لكن في طوكيو مثلاً تصير الساعة 2 الفجر يوم الاثنين. حوسة. والتحدي الأكبر أنك لازم تلقى وقت يتناسب مع رؤساء ووزراء أقوى دول العالم. كورونا زي ما أنت عارف عابرة للحدود، فهي واحد من الأشياء الرئيسية اللي تتطلب تنسيق سياسات على مستوى الدول كلها. فكانت مجموعة العشرين هي المنصة المثلى لمحاولة التعامل مع موضوع كورونا، وهذا كان بإضافة على أجندة المملكة العربية السعودية، لكن في نفس الوقت كان فرصة ممتازة لإبراز دورنا القيادي في هذا العالم في التعامل مع جائحة كورونا. ما خلص ساعتين ثلاثة جاني اتصال ثاني من معالي الدكتور فهد التونسي، قال لي العشر أيام جاء توجيه، الحين صارت 7 أيام. تخيل، ما كان ضمن خطط رؤية 2030 تطوير البنية التحتية الرقمية في السعودية، ما كان قدرنا نقيم قمة افتراضية بهالسرعة. قلت له أعطيني ربع ساعة بسوي بعض الاتصالات. جميل. وكلمت زملائي أبو عبد العزيز، معالي الدكتور عبد الله شرف الغامدي في سدايا، في الأمن السبراني، في كل الجهات الشقيقة ذات العلاقة. دخلنا مكالمة افتراضية بشكل استثنائي، وفي ذيك المكالمة بدون استثناء الكل أجمع أن إحنا رجال ونساء مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وسوف نبهر العالم بهذه القمة الاستثنائية. لو كانت القمة حضورية في عنصر مهم تواجده في المكان اللي هم الأمن والحماية، لكن القمة الآن افتراضية، يعني الدخول بيكون عن طريق الإنترنت. هل ما نحتاج أمن؟ لا، نحتاج أمن، لكن أمن سيبراني. جنودنا موجودين في الحد الجنوبي عشان يحمون الوطن، وعندنا هنا في الأمن السيبراني هم جنودنا اللي قاعدين يحمون حدود البيانات وشبكاتنا وأنظمتنا. هذا المكان اللي وراي يعتبر من أكثر الأماكن أهمية وسرية، كل الاتصالات اللي قاعد تشتغل عليها الاجتماعات طالعة من هذا المكان. وش المخاطر المتوقعة؟ عادة يكون إما أنه محاولات اختراق سواء للمواقع الخاصة بالجي 20 أو للقمة الافتراضية نفسها، أو محاولة تسريب بيانات. اللي عادة يخترقون أو يحاولون يدخلون وش يبون؟ محاولة تعطيل، يعني بمعنى أنه الناس يوم القمة يحاولون يوصلوا للموقع الرئيسي للجي 20 وليكم في موقع معطل. لو شفتوا مثلاً صار فيه محاولة اختراق، وعادة يعني محاولات الاختراق عشان أوضح لك تكون عادة نشاطات مشبوهة، ما هي اختراق. فإحنا في البداية نتأكد أنه هل هذا النشاط المشبوه هو فعلاً حادثة سبرانية يتم عمل تحقيق عليها. في حال لا قدر الله حصل حادثة سبرانية، يتم عزل هذا الخادم أو الجهاز المتأثر والعمل على تحليله،
ولا يعني نطلع مثلا يعني نمشي بسياره العمل بشكل طبيعي. ابو عبد الله تني اشوف ارقام في الشاشه، ممكن تعلمني وش الارقام؟ اي ارقام؟ ما اشوف شيء. هل الفريق اللي شغال مع ابو عبد الله فيهم كفاءات اجنبيه وعالميين وخبرات من جميع مثلا انحاء العالم؟ فريق سعودي 100%. ما شاء الله. اين الشباب والبنات اللي ماسكين الامن السبراني؟ مو بس سعوديين، لا كفاءات. اقل واحد منهم معاه ما شاء الله شهاده ماجستير. يمكن تشوفون مكاتبهم، اقصى ما بتلقى في مكتبه جهاز كمبيوتر، لان هذا الشيء اللي يحتاجه. المعلومات والتفاصيل في هذا المكان مثيره. شباب الله يعطيهم العافيه ما قصروا، وهم جنود الحد السبراني. مضطر نمشي، ما ودي اشغلكم اكثر. الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، نشوفكم على خير. عشان تقيم قمه افتراضيه وغير الامن السبراني والبنيه الرقميه، لازم يصير عندك اعلام قوي يواكب المتغيرات السريعه اللي جالسه تصير ويعكس الجهد المبذول. وعشان تسابق الحدث لازم تتبنى جميع المنصات الاعلاميه عشان تضمن وصولك لاكبر شريحه ممكنه. لكن اللي فاجأنا انه الشباب والشابات كانوا حقيقه استثنائيين وغير تقليديين، وتعاطيهم على الاعلام كان تعاطي سريع لانه ما يكون هناك وقت للوقت. حقيقه الشباب اثبتوا وهم ثوره وطنيه حقيقيه للبلد، وكان تعاطيهم مع الاعلام تعاطي اكثر من رائع. لما نعمل خطط التواصل الخارجيه دائما نحط في بالنا احنا نمثل جميع دول العشرين وليس فقط دوله الرئاسه. فكان عندنا دورين، الدور الاول نبرز دور جميع اعضاء المجموعه، وفي نفس الوقت نبرز دور الرئاسه والدور القيادي اللي قامت به رئاسه المملكه خلال فتره الرئاسه. اليوم يوم الحصاد. اليوم هو 21 نوفمبر 2020، اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين. كل الجهود اللي شفناها الفترة الماضية اليوم نبي نشوف نتائجها. خلونا نشوف. إجراءات احترازية عالية جداً، لازم تتأكد من حرارتك، ويتأكدون حتى من أنك تحمل الترخيص أو التصريح المناسب في المكان المناسب. جرت العادة في أي حدث أو قمة أو مؤتمر تكون التغطية الإعلامية للإعلاميين والصحفيين في مكان الحدث، يعني داخل هذه القاعة أو داخل هذه الفعالية. لكن بما أن قمة مجموعة العشرين المقامة في السعودية العام 2020 افتراضية يعني أونلاين، الوضع مختلف تماماً. حاجة لأول مرة تصير في العالم، اللي هي مركز إعلامي افتراضي ومركز إعلامي واقعي. مركز إعلامي واقعي أختي له أفضل 200 إعلامي في العالم حضروا هذا المركز، والافتراضي لأنه كان هناك تحدي كبير علينا كيف يحضروا الإعلاميين الدوليين من الأرجنتين إلى الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، كل الجي 20 والعالم ككل. كان هناك 5 لجان، كانت الأمانة السعودية، وكانت اللجنة الإعلامية، اللجنة الأمنية، اللجنة اللوجستية، واللجنة الثقافية، وكان التعاطي والتعامل مع بعض كان تنسيق على أعلى مستوى. الآن قاعدين نشوف كلمة المعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح. عدد الصحفيين والإعلاميين الموجودين في هذا المكان تقريباً 200 صحفي وإعلامي من جميع أنحاء العالم. أنا الحين موجود في المركز الإعلامي الخاص بتغطية أحداث قمة مجموعة العشرين. هذا المكان هو نقطة التقاء جميع الإعلاميين والصحفيين من جميع أنحاء العالم. زي ما تشوفون هذا المكان موفرة فيه خدمات مو طبيعية، إنترنت مجاني، الأجهزة، الكمبيوترات، استوديوهات البث المباشر والأقمار الصناعية متاحة لجميع القنوات بشكل مجاني. يا جماعة المكان هنا حساس جدا، لازم تصير انت في سباق مع الوقت، لان لو راحت المعلومه. احنا حاليا نشتغل على اكاديميه مجموعه العشرين، هي اكاديميه معنيه بكل الامور الاعلاميه اللي ممكن يحتاجها اي شخص يدخل في هذه المنظومه، من ناحيه التواصل والاعلام والبروتوكولات الخاصه فيها، وكذلك هو راح يكون من ضمن الامور اللي راح تسلم للدوله القادمه، لدوله ايطاليا، بحيث ان العلم فيما بعد يمتد، ونكون احنا يعني ساهمنا في ان احنا ننقل هذه التجربه لمن سياتي بعدنا باذن الله. خلونا نشوف استديوهات البث المباشر. هذه الغرف يمين ويسار
بنشوف فيها الاستديوهات اللي تعطينا بث مباشر للقنوات. جميع القنوات يقدرون ياخذون هذه الاستديوهات ويستفيدون منها كبث مباشر لهم. لا تتوقع ان هذه الترتيبات صارت ببساطة، ولا تتخيل ان اللي سواها خبراء عالميين، ترى اغلبهم شباب وبنات سعوديين، مو بس المجال الاعلامي، في كل المجالات. والقيادة اعطتهم كامل الثقة. لديهم شغف وطموح كبير جدا على مستواهم الشخصي وعلى مستواهم الوطني، ولديهم الحرص والدقة والاحترافية والذكاء العالي جدا لتحقيق المستحيل. من هي تالا؟ تالا الجحلان، المدير التنفيذي المكلف للإدارة القانونية. تخصصك الأكاديمي؟ أنا تخصصت في القانون. في القانون؟ من أي جامعة؟ من جامعة الأمير سلطان. 2005؟ إيه؟ دفعتكم؟ دفعتنا. يعني دفعتي. لا وين، لحظة، لا مو ب 2005، ترى من بكبيرة والله لا يغركم. إيه. هو اللي لخبطني. عبد العزيز، أبي أعرف وش تسوي بالضبط في الأمانة؟ حالياً شغلنا في الأمانة في إدارة السياسات على الأقل. أيوة. هو تكوين استراتيجية كاملة لعمل سنة الرئاسة في عام 2020. جميل. سواء كامل وضع سياسات استراتيجيات. عشان نكمل في المكتب. ممتاز، تفضل. عملنا كان يا طويل العمر خلال سنة الرئاسة 2020 هو وضع السياسات لعمل مجموعة 20 ومناقشاتهم خلال السنة. جميل. فكان طبعاً بداية العمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية اللي عندنا في المملكة، كانوا يصيغون الأوراق والسياسات وتجي عندنا هنا في الإدارة. حاول نجمعها لسياسة واستراتيجية موحدة يتم نقاشها مع جميع دول العالم في السنة. كم عمرك عبد العزيز؟ 29. 29 سنة وقاعد تدير فريق، هذا تمكين. ما تحس ان تمكين يخوف شوي؟ مخيف يعني. ليفل انه اجتماع قادة وعلى مستوى وزراء في العالم، اكبر 20 دولة في العالم اقتصاديا، شيء مهول. مسألة انك انت تكون النقطة المرجعية لاجتماع معين أو يسألونك أو يسألونك، هذا تمكين وهذا ثقة على كتوفنا، يعني ما هي سهلة. وحنا على قولتهم شباب، أعطيتوا هالشباب التمكين والثقة، هل فعلا كانوا كفوا لهال يعني الصلاحيات اللي منحت لهم؟ والله كانوا أكثر من كفوا. كلمة كفوا يمكن ما تكفي، ولكن أنا بقول لك يعني لنا أكثر من سنتين في المسار المالي بين وزارة المالية والبنك المركزي استعداد. يعني كنا أرسلنا مجموعة تدربوا في الأرجنتين، شاركوا في الاجتماعات في الأرجنتين تنظيمي ينظمون، وناس في ألمانيا قبل، وناس في اليابان، فبالتالي بادين مبكر. حنا الشخص عنده الإمكانات لكن يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى فرص. أنت مو دائما تستطيع أن تخلق الفرصة، لازم أنه يجي أحد يقول لك تفضل. إحنا دولة شعبها أغلبية شباب، احنا 70% من السكان في المملكة العربية السعودية شباب، وبالتالي هم مصدر قوتنا بدون ادنى شك، وهم طريقنا الى المستقبل. كلنا من نفس الفئة العمرية، everyone is young and we manage to do it. كلنا عندنا رأي في هذا الموضوع مهما كان كبير ومهما كان صغير، فالتمكين مرة عالي. عشان كذا معيار التعلم اعلى من اي مكان. ان شاء الله الشباب والشابات بيعملوا يعني بقلب رجل واحد. تصميم الأدوات المكتبية اللي إن شاء الله بتطلع على مكتب خادم الحرمين ومكتب سمو ولي العهد، بيشتغل على مثل هذا المشروع واحدة من البنات عمرها 24 سنة. يعطيك العافية ما شاء الله. أعطيني بس تفاصيل بسيطة عن المشروع اللي قاعد تسوين عليه. قاعد أشتغل على الأدوات المكتبية اللي بتكون على مكتب الملك ولي العهد. جميل. زي دفاتر، الأقلام، غلاف الآيباد. ممتاز. وكم يأخذ منك وقت عشان تصممين هذه الأشياء؟ يعني الشغل مرة سريع، عندي تسليم اليوم. اليوم؟ اليوم لازم. أجا قاعدين نشغل على شكلها. بسألك محمد، كم عمرك؟ عمري 31 سنة. ما شاء الله. أول ما بدأت مجموعة العشرين كانت تناقش القضايا المالية العالمية، بعدها جاء مسار الشربة، بعدها جاء مسار مجموعات التواصل. من جينا لهذا المكان وكل الناس يقولون شفت عبد المحسن، قابلت عبد المحسن، شفتوا ناقشتوا، روحوا لعبد المحسن. حيا عبد المحسن. الله يحييك. شو أمورك؟ بخير الله يطول. عبد المحسن، أنا أول ما قالوا عبد المحسن توقعت واحد يمكن أبو 55 60 ما شاء الله شباب. الله يطول عمرك. عبد المحسن، وش تسوون في المسار المالي؟ 20 كانت مجموعة العشرين في بدأت في 1999 على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وكانت تركز على القضايا الاقتصادية والقضايا المالية، وتشعب عمل يمكن مجموعة العشرين إلى مسارات مختلفة مثل مسار الشربة ومسارات التواصل. أكيد سمعت عن مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين. إلا فعلا. صحيح، هذه المبادرة ولدت مع الجائحة. عبد المحسن ترى شباب عمره الظهر 31، ترى كبره بعد.
مميز جدا، كان يشتغل بمكتبنا في واشنطن في البنك الدولي. كون فريق رائع جدا، فخر صراحة، عمل مميز، تفاوض مميز، كسب احترام الدول. يعني في دول معروفين شوية ما نبقى الجلافة، وإنما almost جلافة، أوكي، ما يجاملون. كانوا يقولونها وزراءهم في اجتماعات الوزراء قديش كان الفريق السعودي وشباب السعودي، شباب وشابات طبعا، غير عادي في المفاوضات. 35 دولة تخليهم يعلقون الديون ويتفقون عليها بفترة وجيزة زي هذه، يعني هذا ما حصل سابقا في تاريخ المجموعة ولا في أي تجمع اقتصادي عالمي. استثمرت الحكومة فيهم خلال السنوات الماضية في التعليم وفي التمكين، كثير منهم الحمد لله اطلعوا على تجارب دولية كبيرة من خلال برامج زي برامج الابتعاث وما إلى ذلك، فهم مصدر قوتنا. ما أعتقد كان ممكن أن احنا نحقق اللي نبغى نحققه بدون أن نعتمد على أكبر مصادر قوتنا اللي هم شباب المملكة العربية السعودية. دكتور ريم، كسيدة سعودية في منصب قيادي، كيف شفتي تعاملك مع أصحاب المعالي والوزراء والقيادة المسؤولية؟ العمل مع أصحاب المعالي هو مدرسة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أجمل مدرسة تعلمت فيها في حياتي، أجمل من كل الشهادات اللي أخذتها سابقاً. خيرة الشباب اليوم موجودين، هذول يعتبرون كانوا من أحد الركائز الأساسية اللي عملوا بشكل تشاركي مع جميع الجهات. طول ما أن أنت عندك طموح بغض النظر عن العمر، حتماً ستتقلد منصب ويكون عندك صلاحية لاتخاذ القرار. وأنا على ثقة تامة أن المملكة العربية السعودية حتصعد قمة بعد قمة في المستقبل، لأن الشباب والشابات اللي شفتهم اليوم هم اللي راح يجعلون مستقبل المملكة مزدهر. هذا الفريق يعتبر من أفضل الفرق اللي عملت فيهم في حياتي، وانا واحد شاب منكم يعني ماني ما شاء الله، ما يحتاج اشوف، ما شاء الله شباب طالع اي شباب. ترى مو بس هذول الشباب والبنات، في غيرهم مئات من الخبرات والكفاءات السعوديه بصماتهم موجوده في كل اداره من ادارات الامانه السعوديه لمجموعه العشرين. الحين لحظات ترقب للكلمه الافتتاحيه، كل اللي موجودين في القاعه هنا قاعدين ينتظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن نرحب بكم في قمة الرياض. يؤسفنا أننا لم نحظى استقبالكم في الرياض نظرا لظروف الصحية تواجهها جميعا في هذا العام. لقد كان هذا العام عاما استثنائيا. قبل شوي انتهت الكلمة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين اللي يلقاها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه. كمية مشاعر مو طبيعية شفناها في القاعة والناس قاعدين يتابعون الكلمة. أكثر ناس كانوا متحمسين لهذا الحدث هم اللي اشتغلوا على إنجاح هذه القمة، الشباب والبنات الله يعطيهم العافية. سارة، شعورك؟ أكيد فخر واعتزاز، هي لحظة إحنا كنا نستناها. يعني في ناس من سنة، في ناس من سنتين، في ناس من 3 سنين هم بدوا شغلهم مع الأمانة. الحين عندي قصة أقدر أنقلها لعيالي. جميل. إن شاء الله. تعبنا واشتغلنا للأمانة وإحنا كلنا شباب وقاعدين نحاول إننا نبيض وجه البلد ونطلع بأفضل منظر للعالم. شيء جميل في الإدارة القانونية في الأمانة السعودية المجموعة العشرين إن اللي شغال على هذه الإدارة كلهم بنات سعوديات بالكامل. يعني صراحة جسمي كان يرتعش مع كلمة الملك. صراحة فخور جدا بأني مواطن سعودي، فخور جدا بأن القيادة أعطتنا ثقتها. G20 يمكن فرصة مرة في العمر، فأنك تكون جزء منها لحظة تاريخية بالنسبة لنا كلنا. إحنا عائلة، عائلة G20 عائلة جدا كبيرة تشمل كل الجنسيات من دول G20 ومن غيرها. مرة في تاريخ مجموعة العشرين أن تعقد قمتين في سنة واحدة. فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. وإنني على ثقة إن جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة وقرار سياسات اقتصادية اجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم. وشكرا لكم. انتهت قمة العشرين،
والله يا جماعة فيني حماس وطاقة وفخر مي بطبيعية. القمة مي بالشيء الاستثنائي، والاستضافة بتمر على كل الدول. تدري شو الشيء الاستثنائي والملهم؟ تدري وش الشيء اللي يملأ كل سعودي وسعودية بالفخر والحماس؟ الشباب والبنات اللي اشتغلوا بكل طاقتهم واحترافيتهم بدعم من قيادة رشيدة، تغلبنا على كل الصعاب وتحدينا الوقت والتغيرات العالمية إلين سوينا شيء نلهم فيه كل العالم. حافظكم الله.